السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين الرقراقي يكشف سر استدعائه لنجوم الأولمبيين المغربي. يعني دروك نتايا كي نهضروا نقولوا بلي لي ريزيرف، عندك ريزيرف، عندك ريزيرف، تروح لتونس عندهم ريزيرف، تروح لمصر عندهم ريزيرف تاع الأولمبي الإبر تروا، تروح المغرب عندهم، تروح المالي عندهم، تروح نيجيريا عندهم، تروح السنغال عندهم. وروني نتوما هذا المدرب جاب واحد من البطولة، زعما من لي ريزيرف لا كاين. واحد قال لي راه جايب بالبطولة الجزائرية، شكون؟ قال لهم روحوا لبوا فماك وعاودوا ولوا ملا. كيما نهار بقاو يفرضوا قديورة على لمسي، على لمسي هنايا. باش يعاود يعيط له يلعب ماتش دبارج. وين تحدث وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عن سر وراء استدعاء 3 لاعبين من المنتخب المغربي تحت 23 سنة في قائمة نهائية للمنتخب الأسود الأطلس والتي ستشارك في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا في الساحل العاج. يعني وكشف وليد الركراكي في جوابه الذي وجه له يعني في مؤتمر الصحافة، في مؤتمر صحفي والذي عقده يوم الخميس داخل مركز محمد السادس لكرة القدم، أنه كان حريص على ضم أبرز لاعبين المتألقين من الدوريات في الدوريات الأوروبية وضمنهم نجوم منتخب المغربي الأولمبي. وفي هذا وقال استدعيت شادي رياض من ريال بيتيس الإسباني وأسامة العزوزي من بولونيا الإيطالي ثم أميري تشارلسون لاعب ستاد ريمس الفرنسي. تابعت هؤلاء اللاعبين في الآونة الأخيرة بعدما ظلوا يتألقون برفقة أنديتهم وقررت دعوتهم للقائمة النهائية للمنتخب المغربي والذي سيشارك في كأس إفريقيا لأنهم يستحقون ذلك. وتابع الركراكي حديثه قائلا برفقة هذا الثلاثي هناك أيضا لاعب عبد الصمد الزرزوري وأيضا بلال خنوس كلهم لاعبين مميزين، نفكر في الحاضر والمستقبل وأريد أن أضمن للمنتخب المغربي لاعبين بإمكانهم التألق في قادم من في المستقبل، نعمل من أجل الحاضر والمستقبل. هذه اللي بدي نقولها لكم، الحاضر والمستقبل، كرة القدم الحاضر والمستقبل. كرة القدم ما تعاودش أنا تعاودتوني لي مي تهدر تقول لي هاو 2019 يا ودي الشيطان 2019 تهدر معايا يقول لك تقول له 2022 لا 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 هم يبغوا يجبدوا على يبغوا يجبدوا لك يروح لك 2013 يقلع لك 2013 يقول لك او فايد خرج بنقطة وما كانش ليه هدر فايد خرج بنقطة بصح روحنا كوب ديموند فتنا دوزيام تور هذه هي فايد فانيك خرج من المغرب بصح المغاربة راحوا لدوزيام دومي فينال شو كيفاش هذه هي فانيك يكون في علمك لونترينر تاع الكاميرون هذه السيد معطاوي لونترينر تاع الكاميرون وين خرج دومي فينال طردوه وجا سونغ في 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 مهمة انتحارية وكاليفة بلادو ايوا هذه هي حنا مدرب خرج بنقطة ومن بعد ما راسكم ديمون هذه هي. وبخصوص استدعاء للنجم بايرن ميونخ الألماني الذي عانى أخيرا من إصابة على مستوى ركبة ساقية أوضح الركراكي قائلا طبيب المنتخب المغربي سافر إلى ألمانيا وكان على تواصل مع إدارة الفريق بايرن ميونخ الألماني واستدعيت السير لأنه مهم بالنسبة لنا داخل المجموعة أنا لم يكن إن لم يكن جاهز للمباراة الأولى فسيكون جاهز للثانية أو الثالثة أو حتى الدور الثاني إن شاء الله عملنا جاهدا كي يكون معنا مزراوي لأنه لاعب مهم ويملك تجربة كبيرة يعني سنوليها أهمية كبيرة من أجل أن يكون في أتم الجاهزية. وعن مفاجأة القائمة النهائية المنتخب الأسود الأطلس اللاعب محمد شيبي
محترف في صفوف نادي المصري. أكد الرجراجي لغاية يوم واحد كنت أفكر في ضم محمد شيبي أو اللاعب أيوب العمودي من الوداد، للأسف الأخير عانى من إصابة وعليه قررت استدعاء شيبي لأنه يملك تجربة في القارة الإفريقية وكان من الضروري الاهتمام به أيضا. عرفتوا كيفاش؟ هذه هي يا خويا، انت ايش قالك؟ حنا عندنا داك دراوي، نورمالمون دراوي تجيبه، نورمالمون دراوي لا يلعب في الوداد، هذاك بوزواق تاع الرجاء، يعني وراهم يقدموا مستويات كبيرة. هم يقدموا في مستويات كبيرة، نورمالمون تجيبه، هذا قال لك جبته، قال لك يعرف لافريك، هذه هي، هذا يقول لك هذه هي، لازم تخدم خويا، قال لك قال لك الحاضر والمستقبل، خدموا الحاضر والمستقبل. هذه هي خويا، اللي قلها اللي قلها ماشي هدرة، هذا جايب لي لعاب، لعاب عنده 36 عام، من يقول لهم او عمر العمر مجرد رقم على ورق فقط، يا ولدي هذه كرة قدم معه، هذه كرة قدم معه. والله هذه كرة قدم خويا، هذه كرة قدم، تقول لي لا من لا من هي. كي قالوا له على داك شي شي بي هذاك، قال لهم يمس، قال لهم الاربعاء ما كانش في اللائحه، واليوم دخل فيها لانه يعرف افريقيا واؤمن بانه لديه مستوى للتواجد في المنتخب. حنا عندنا دراوي، فتعجبوا دراوي فتعجبوا منا، لا لا يقول لك لا، تهدر يقول لك لا، هذه هي مسيت تاير، أمل في القدرة تاعو ماشي اللعابة، جيب اللعابة يدسو عليا، أمل في العمل تاعو، كل مدرب عنده الإخصائية تاعو، إلا لهنا تشم مدرب يقرا اللعابة وما يماركو، جاية كوفر ولا جاية حاجة، ماركوها بصح، هذا ممكن، كاش حاجة وحدة أخرى.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو خالتي.